أسعد الله أوقاتكم من شركة فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الثلاثاء الموافق ل 5 يناير من عام 2021. تباينت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تعاملات اليوم، وأيضا معظمها كان ضمن المناطق الحمراء مع مخاوف انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا والعزل الجديد في العديد من الدول منها بريطانيا، وأيضا مع تأثر إقبال المستثمرين على المخاطرة سلبان بفعل الضبابية بشأن الانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية. بالنسبة للعقود الآجلة لمؤشر داو جونز، رأينا تراجع وكسر لمناطق 30,000، ولكن المؤشر يعود الآن ويرتفع إلى مستوى 30,250. ولكن الملفت خلال التعاملات الأخيرة وخلال تعاملات اليوم بالتحديد هو أداء مؤشر الأسهم الصيني، مؤشر CSI 300، حيث أغلق فوق أعلى مستويات له منذ عام 2015 متجاوزان مستويات 5350 نقطة. هذه الارتفاعات تأتي مدعومة بالتسهيلات التي قامت بها بكين لشراء الأسهم باستخدام الأموال المقترضة. أما عن تحركات أسواق العملات، الدولار الأمريكي رأينا يتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار في هذه الأثناء عند مستويات الدولار 22.80. ارتفاعات تأتي مدعومة ببيانات إيجابية في ألمانيا، مبيعات التجزئة والتي أشارت إلى ارتفاع خلال شهر ديسمبر إلى 1.9%، أفضل من التوقعات وأفضل من السابق. الجنيه الاسترليني يتعرض لبعض الضغوطات البيعية، وأيضا الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تراجع إلى مستويات 102.90. ولكن بالنسبة لتحركات أسعار الذهب بعد الارتفاعات الأخيرة ومحاولة اختبار مستويات 1945 دولار الأونصة، تعرضت الأسعار لبعض التراجعات، وذلك مع محاولة ارتداد الدولار الأمريكي ومع ترقب أيضا بيانات هامة خلال جلسة اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مؤشر مدير المشتريات الصناعي خلال شهر ديسمبر، وأيضا تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه الانتخابات في مجلس الشيوخ. ذلك تعتبر من البيانات الهامة التي سيكون لها تأثير بشكل كبير على تحركات أسعار الذهب وعلى تحركات الأسواق بشكل عام. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في تقارير أخرى.